مساء الخير للجميع، أهلا وسهلا فيكم كل المشاركين معنا الليلة، إن كان عبر تطبيق زوم أو عبر صفحة فيسبوك النقابة. المحاضرة الليلة من تنظيم نقابة أدلة السياحة بالتعاون مع المديرية العامة للآثار، بقدمها دكتور جورج الهيبي اللي بنشكره على قبوله دعوتنا، وموضوع تاريخ بيروت من خلال التنقيبات الأثرية. نحب نوجه كنقابة شكرنا للمديرية العامة للآثار على تعاونها وعلى تشجيعها للنقابة على نشر التوعية على التراث الثقافي بلبنان. وبخص ومنخص بالشكر المدير الأستاذ سركيس خوري، السيدة لور سلوم والسيدة سمر كرم. نشكر كمان مضيفتنا دايما النقيبة إليسار البعلبكي، وأيضا كل الزملاء اللي ساهموا تعاونوا نسقوا معنا لتحضير ندوة الليل. ميرسي لفادي بعينو، ميرسي لميرا الخواجه، وميرسي كمان للزميله الدكتوره زينه حداد اللي رح تدير الحوار والاسئله بنهايه المحاضره. دكتور جورج الهيبي دكتور في الفنون والاثار من جامعه لوميير ليون الثاني والجامعه اللبنانيه، باحث مشارك في المعهد الفرنسي للشرق الادنى او ايفكو ببيروت، وايضا في مختبر تاريخ ومصادر العوالم القديمه، وأيضا باحث في مركز البحوث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببيروت. بدأ تجربته بالحفريات الأثرية الوقائية سنة 2005 مع المديرية العامة للآثار، وقام بالتنقيب بحوالي 20 موقع ببيروت وأماكن تانية بكل أنحاء لبنان من الشمال للجنوب. دكتور جورج الهيبي، حضرتك معنا الليلة من فرنسا وتحديدا من اليوم. نشكرك على الوقت اللي خصصته للنقابة بتحضير وتقديم هالمحاضرة اللي كلنا ناطرينها من فترة كتير طويلة. نعرف أنك تختصر قصة تاريخ بيروت من خلال التنقيبات الأثرية بخلال وقت قصير، تقريبا ساعة من الوقت، هي مهمة مش هينة، يعني شاقة وشيقة بنفس الوقت، نظرا لتاريخ هالمدينة الطويل والفترة الزمنية كمان طويلة اللي استمرت فيها الحفريات. نحن كتار الليلة أدلة سياحيين، طلاب، علماء أثار، ومهتمين أيضا بالشأن الثقافي بلبنان عامة، لنسمعك باهتمام كبير عم تحكي لنا عن تاريخ بيروت من خلال تنقيبات الأثرية. مشكور عن جديد دكتور هيبة، تفضل كلام لإلك. بونجور، ميرسي كتير، ميرسي لألكم. رح نحكي اليوم أكيد عن تطور مدينة بيروت من خلال نتائج الحفريات الأثرية القديمة والجديدة من عصور ما قبل التاريخ حتى يومنا هيدا، أكيد مروراً بالعصر البرونزي، العصر الحديدي، الفترة الهلينستية والفترة الرومانية. كمان رح نكون عم نحكي عن الفترة البيزنطية، الفترات العربية والصليبية، تنوصل للفترة العثمانية. أول شيء قبل ما بلش بحب أشكر نقابة أدلاء السياحة على هذه الدعوة، وبخص بالشكر نقيبة مدام إليسار بعلبكي ومدام مارسيل صليبة. بشكر كمان المديرية العامة للآثار ممثلة بمديرة الأستاذ سركيس الخوري، مسؤولة الحفريات ببيروت مدام لور سلوم. بحب أشكر كمان الدكتور أسعد سيف يلي دعمني ودعم أشخاص كتير غيري خلال كل مسيرتنا المهنية ودراستنا العليا. بحب أشكر كمان الأستاذ فادي بعينه يلي علمني طرق الحفر وكان حدي بالحفريات وجاهز دايما حتى يساعدني. مش راح أنسى أكيد كل الصبايا والشباب يلي اشتغلنا سوا تحت الشتاء وتحت الشمس، يلي لولاهم قسم كبير من تاريخ بيروت ما كنا راح نعرفه. وآخر شيء بحب أشكر البروفيسور زياد صوايا والبروفيسور بيير ويغاتيه يلي أشرفوا على أطروحة الدكتوراه تبعولي يلي عملتها عن بيروت. كمان قبل ما بلش بحب أوضح شغلة، أنه كل المعلومات يلي رح أحكيها اليوم هي من نتائج الحفريات المنشورة.
ومش راح أحكي عن نتائج الحفريات المش منشورة، حفاظاً أكيد على حقوق المدراء العلميين لهذه الحفريات. بالآخر راح أحط إيميلي للي بحب يستفسر زيادة على هذا الموضوع ويتعمق، أكيد في يكون عم يحكيني. ماشي. بيروت يلي هي أكيد مثل ما كلكم بتعرفوا عاصمة لبنان، وهي بالنص بين المدن الرئيسية على الساحل، صيدا وصور بالجنوب وجبال وطرابلس بالشمال. تعمرت مدينة بيروت القديمة بين تلتين، تلة الأشرفية يلي علوها حوالي 100 مترين فوق مستوى البحر، وتلة راس بيروت يلي علوها حوالي 95 متر فوق مستوى البحر. وبتفصل بين هيدول التلتين طريق الشام. رح نبلش نحكي عن نتائج الحفريات الأثرية. من بداية فترة ما قبل التاريخ تمكننا من اكتشاف طبقة من الطين بعدة مواقع ببيروت. سميكتها بتختلف من موقع لآخر، لونها زيتي وفيها كمية كبيرة من الأدوات الصوانية اللي بيعود تاريخها للعصر الحجري القديم الأوسط اللي هو الباليوليتيك مويا. بفضل هيدي الطبقة من الطين يلي هي عازلة للمي، نتوقع أنه كل منطقة كانت بهالفترة منطقة مستنقعات. منقدر أنه الإنسان بهذه الفترة كان ساكن بالمناطق المرتفعة مثل تلة الأشرفية وتلة راس بيروت لعدة أسباب، مثلا لأسباب دفاعية فيها تكون، أو للهروب من مناطق المستنقعات المليانة بالروائح والحشرات. بس هذه المستنقعات جذبت الإنسان للصيد. المستنقعات عادة بتجذب الحيوانات يلي عم تنبش عن النباتات وعن المي. الإنسان بهذه الفترة كان عم بنبش على الثلاثة سوا، فكان ينزل على هالمستنقعات يتصيد الحيوانات، وبالمبدأ يقطعها قبل ما ينقلها، فكان يوقع الأدوات الصوانية ويضيعها هنيك. هلا هيدا الشيء من حظنا لأنه محفظوا هيدول الأدوات وعم نلاقيهم نحن هلا وعم نقدر ندرسهم. بعدين تغطت طبقة الطين هيدي بطبقة من الرمل الأحمر. هيدي الطبقة منلاقيها على أغلبية المواقع ببيروت. سمك هيدي الطبقة بيختلف من بضعة سنتيمترات لعدة أمتار. هيدي الطبقة الحمراء بتحتوي على قطع سوان كمان مثل طبقة الطين يلي قبلها من العصر الحجري القديم الأوسط. بالنسبة لبير أنري فليش ومسيو بول سان لافيل، تشكلت هذه الطبقة بعد فترة حارة ورطبة. من المحتمل كتير أنه هالرمال إجت جابها الهواء من الداخل. هلا رح نبلش بالعصر البرونزي يلي هو من 3200 لل 1200 قبل الميلاد. بينت الحفريات الأثرية موقع بيروت القديمة بمنطقة التل شمال ساحة الشهداء. هون عم نشوفها يلي هي تقريبا المنطقة الزرقاء. على سبيل المثال تم اكتشاف جرار مدفنية، حيطان وأرضيات، وتم اكتشاف كمان سور المدينة ومدخل ضخم وغرفة محفورة بالصخر بعود تاريخها للعصر البرونزي الأوسط يلي هو تقريبا سنة 2000 لل 1550 قبل الميلاد على موقع بيروت 003 اللي هو هون بالأحمر.
السور بيكمل على موقع بيروت 020 وبيروت 013، بس ليلي منهم معودين على أسامي المواقع وهيدول الأرقام، فهيدول منهم إلا كودات بتعطيهم المديرية العامة للآثار لتحديد الورش. هلا أنا رح أذكرهم هون وحددهم على الخريطة حتى تقدروا تقريبا تعرفوا الأشياء يلي رح نحكي عنها وين محلها، يعني مثل إذا بدكم أرقام العقارات وهيك وهيك أشياء هدول. كمان تم اكتشاف على موقع بيروت 027 الموجود جنوب ساحة الشهداء ثلاث حفر لكب الزبالة، نقول لهم بالفرنساوي الفوس ديبوتوار، انحفروا بالطين الأخضر اللي هو الطبقة اللي حكينا عنها قبل شوي. بجنوب شرق منطقة التل عثر على أربع مقابر تعرف محليا باسم الخارجة سنة 1954. هلأ العصر الحديدي يلي هو من 1200 ل333 قبل الميلاد، بيّنت الحفريات امتداد المدينة غربا بالعصر الحديدي. هيدا الامتداد بيّن من خلال التطور العمراني، بعدنا لليوم لاحقين تقريبا ذات التخطيطات. ترتبط هذه الشوارع بالأحياء السكنية امتدت غربا فوق سور المدينة المدمر يلي هو مبين على موقع بيروت 03، ووصلت لمنطقة الأسواق على موقع بيروت 010. مطرح ما تم اكتشاف مينا بيعود تاريخه لبداية الفترة الفارسية على موقع بيروت 039، الفترة الفارسية يعني تقريبا نحن عم نحكي من القرن السادس للقرن الرابع قبل المسيح. بموقع بيروت 010 اكتشف مباني منحوتة بالصخر مثل أدراج وخزانات مي. اكتشف كمان من العصر الفارسي على موقع بيروت 002 تجاويف بالصخر استخدمت كأحواض أو مبدئيا لوضع أجرار فخار. برات المدينة اكتشف كمان مقابر بعود تاريخها لبداية العصر الحديدي ديبيو دو لاج دو فير على مواقع بيروت 07 هون مثل ما عم نشوفها هون وبيروت 032. اكتشف كمان مدافن من العصر الحديدي الثالث أو الفترة الفارسية بكل هيدول المواقع هون يلي شايفينهم بالأحمر. إذا بدنا نعد قسم منهم بيروت 06 07 017 18 40 45 53 63. هلأ هيدي الخريطة بتبين أنه المساحة المدفنية الموجودة داير كل المدينة، وهي واضحة كتير على هيدي الخريطة. تقريبا صار الساحل الفينيقي تحت سيطرة الإسكندر الكبير قبل صيف 333 قبل الميلاد. ما في ولا مصدر يذكر بيروت أثناء مرور الإسكندر مبدئيا لأنها كانت تابعة لصيدا. بالعصر الهيلينستي
اكتشف بالحفريات الأثرية على بقايا تحصينات مكونة من برجين وسور المدينة الشرقي والجنوبي. كمان بلش يصير عندنا فكرة عن تنظيم المدينة من الداخل وخارج الأسوار، وخصوصا من الجهة الشرقية. بيمتد سور المدينة من البحر هون باتجاه الجنوب لشارع جروب بالوقت الحاضر، بيرجع بلف باتجاه الغرب، وهذا الشيء بيشكل الزاوية الجنوبية الشرقية لسور المدينة. هلأ بخصوص البرجين اللي حكينا عنهم قبل شوي، اكتشفوا على موقع بيروت 013 يلي محله هون بالأحمر، وشكلهم نصف دائري تشوفهم هون بالأصفر. باتجاه الجنوب لما كانوا عم يحفروا نفق تحت شارع جورج حداد، لقيوا حيط علوه حوالي مترين ونص. هيدا الحيط متجه مباشرة صوب الجنوب باتجاه مواقع بيروت 015 هون 034 157 و132 هن عم نشوفهم هون على الخريطة. موقع بيروت 157 التقى فيه برجين، واحد دائري والتاني مستطيل، بيظهروا مرحلتين. البرج المستطيل هو الأقدم. بموقع بيروت 132 بيتقاطع السور مع برج دائري. من هذا البرج بيرجع عم يظهر منه حيط عمودي باتجاه الغرب. هذا الشيء بيشكل لنا الزاوية الجنوبية الشرقية من أسوار المدينة الهلينستية. فينا نشوف هون على الخريطة خطة إعادة دمج هذا البرج الدائري بحديقة مطعم شيبول بالجميزة. هون إذا بدكم بتشوفوه تحت الشجرة بهالمنطقة بالزاوية، إذا شي نهار كنتوا بهون بهالمنطقة. الجزء الجنوبي تبع هذا الحيط اللي نستي التقى بهيدول المواقع هون المعلمين بالأحمر يلي هن بيروت 066 133 142 148 و151 بكل هالمواقع هون. مش واضح كيف هذا الحيط بكمل باتجاه الغرب وميرجع بيطلع باتجاه الشمال، بس فينا نقدر انه ميتبع هذا الطريق اللي هون حاطينه بوينتيه بلا ما نقدر ناكد هيدي الفرضيه. جوات المدينه في فسحه بعرض حوالي 6 متر و40 على طول السور. هيدا الفسحة ما التقى فيها مباني. هون عم بتشوفوها على الزاوية عم ضويها وطفيها. محلها يعني هي بينت هون على هدول المواقع يلي هن تبع بيروت 34 132 و157. بكتير من الأحيان هذه المساحة الفاضية بتكون عادة برات المدينة، لأنه ما كانوا يعملوا حد سور المدينة من برا لأسباب أمنية. منقدر أنه تم تنظيم المدينة من جوا على طول طريقين أساسيتين، وحدة شمال جنوب ووحدة شرق غرب بالفترة الهلينستية. نحن بنعرف محل الطريق المتجهة شرق غرب هون بالأصفر.
خلال هيدي الفترة، بس ما لنا مأكدين من محل الطريق اتجاهها شمال جنوب. المباني اللي تعمرت جوات المدينة كانت مفصولة عن بعضها بشوارع صغيرة مرتبطة بشبكة صرف صحي، مثل ما هو الحال على سبيل المثال على موقع بيروت 07. بينت الحفريات يلي صارت بشمال ساحة الشهداء بموقعي بيروت 02 و 026 وجود مباني من العصر الفارسي والفترة الهلينستية، ويلي معقول تكون استعملت للسكن أو للحرفية. المباني يلي التقت بموقع بيروت 06 كانت تستخدم كمنازل سكنية. هلا بالنسبة لعلماء الآثار يلي اشتغلوا على هالموقع، يمكن يكون تدمير هيدول المنازل مرتبط بالهجوم تبع تريفون سنة 143 قبل الميلاد. هلأ خارج الأسوار باتجاه الشرق، المنطقة كانت زراعية ومدفنية. هيدا التراب يلي عم نشوفه قدامنا بالصورة غطى المدخل الشرقي لمدينة بيروت بين العصر الحديدي والفترة الهلينستية. هلأ بالنسبة للحفريات الأثرية يلي عملناها بهيدي المنطقة، نقدر نقدر أنه هيدا التراب الزراعي غطى كل المنطقة السهلية يلي بحدها من الشمال البحر، من الجوب شارع جورو أو بداية طلعة تلة الأشرفية، ومن الشرق يمتد الأرجح صوب نهر بيروت. بعدين تحول قسم من هذه المنطقة الشرقية لمنطقة مدافن مثل المنطقة الغربية. من المواقع يلي التقى فيها مدافن بالمنطقة الشرقية هن مواقع بيروت 152 ورمال 2385، والمواقع يلي التقى فيها مدافن بالمنطقة الغربية هن مثلا بيروت 165 وبيروت 168. هلا بالنسبة للمدخل الشرقي لمدينة بيروت بالفترة الهلينستية، موقعه أو محل الطريق مش أكيدين منهم بعد، مع أنه منقدر نقدر أنه الطريق الأساسية كانت تمتد على طول السهل الزراعي، إما على الجانب الجنوبي أو على الجانب الشمالي يلي هن هلا بوقتنا الحالي الطريقين الأساسيات بالجميزة، يلي هن شارع باستور بالشمال وشارع جورو بجنوب السهل. هلا هون مهم نعرف شغلة، وبتخيل انه دكتور زينب بتوافقني الرأي، انه الطرقات الأساسية ما بتغير كتير محلها، خصوصا بالمدن يلي ما انهجرت. هلا بيعرضوا الطريق شوي، بضايقوها شوي، مش مشكلة، بس الفكرة انه محل الطرقات خصوصا الأساسية بالمدن ما كتير بتتغير. منقدر انه المدخل الشرقي لبريتوس الهلينستية ميلحق شارع باستور ومش شارع جورو لثلاث أسباب. أولاً، امتداد شارع جورو بوصل على الزاوية الجنوبية الشرقية تبع المدينة بهيداك الوقت. كما أنه من المنطقة والأسهل أنه يلحقوا المنحدر المطل على البحر بدل ما
يلحقوا المنطقة الزراعية، خاصة بسبب الوحل بالمنطقة الزراعية بفصل الشتاء. هذا الشارع يلي بمر فوق منحدر المدور كان بعده مبين بصور من القرن التاسع عشر. منزيد على هيدول أنه شارع باستور هو الامتداد المباشر لشارع ويغان يلي هو كان الشارع الرئيسي للمدينة بالفترة الهلينستية. بال 64 قبل الميلاد تم تحويل المنطقة لمقاطعة رومانية من قبل بومبي. صوب نهاية العام 15 قبل الميلاد صارت بيروت رسميا مستعمرة رومانية تحت اسم كولونيا يوليا أوغوستا فيليكس بيريتوس. هون عم نشوف على هيدي العملة كول يول أوغ فيل وبير. بهيدا الوقت عزز ماركوس أغريبا المستعمرة بموجة من قدامى المحاربين الفيتيران يلي هن الليجيون 5 ماسيدونيكا والليجيون 8 أوغوستا. وسع أراضي بيروت للبقاع وضم الله بعلبك. بتتكون طقوس تأسيس المدينة لريتريال دي فونداسيون من رسم لحدود الموقع باستخدام محراس مع ثور وبقرة. المؤسس يلي هو عادة كان يكون كاهن يرفع المحراس تيحدد محل البواب. هذا المشهد التأسيسي يلي هو في مجال يكون رمزي ببعض الأحيان منشوفه على بعض القطع النقدية تبع المستعمرة وعلى أوزان من الرصاص. ما تغير موقع السور الشرقي بالفترة الرومانية كتير مقارنة بالفترة الهلينستية، باستثناء أنه هذا السور بالفترة الرومانية امتد جنوبا وقطع شارع جورو. بالنسبة للدكتور أسعد سيف، توسيع الجدار الشرقي للمدينة باتجاه الجنوب صار بمنتصف القرن الأول الميلادي قبل وقت قصير من وصول الأمبراطور فيسبازيان سنة 69 بعد الميلاد. ولفت هذا السور باتجاه الغرب ليشكل جزء من الجانب الجنوبي الإناء بموقع فرناه تحت إشراف العلمي للبروفيسور زياد صوايا بوجه برج الغزال. وهيدا دلنا على أنه مساحة المدينة بهيدا المحل توسعت حوالي 170 متر باتجاه الجنوب بهيدي الفترة. رسم مسيو جون لوفري أول تخطيط عمراني لمدينة بيروت الرومانية أول مرة بين 1944 و1945، وتاني مرة سنة 1977 من خلال جمع ودراسة نتائج الأعمال الأثرية بوقتها. بيقدر مسيو لوفري بهالخريطة محل الديكيومانوس ماكسيموس ومحل الكاردو ماكسيموس والطرق الصغيرة والبيوت وكتير من المباني والمعالم الأثرية منها حمامات معابد. هون بتشوفون إذا بدكم على هيدي الليستة.
الموجودة قدامكم على الشاشة. الحفريات يلي صارت بعد بعد التسعينات، بعد 1990، صححت أو أكدت خريطة مسيو لوفري، وزادت معرفتنا عن تخطيط مدينة بيروت بالفترة الرومانية. بالنسبة لمسيو لوفري، كان الكاردو ماكسيموس موجود محل شارع النجارين والحدادين، والديكيومانيوس ماكسيموس محل شارع ويغان. بتأكد الحفريات الأخيرة أنه مسيو لوفري كان معه حق بخصوص الكاردو ماكسيموس، بس ما كان معه حق بخصوص الديكيومانيوس ماكسيموس. على فكرة، سوري، نسيت لكم على شغلة اللي ما عنده كتير فكرة عنهم، الديكيومانيوس ماكسيموس والكاردو ماكسيموس. الديكيومانيوس ماكسيموس هي الطريق اللي بتجي، الطريق الأساسية الرومانية يلي بتجي شرق غرب، والكاردو ماكسيموس هي الطريق الأساسية الرومانية اتجاهها شمال جنوب. هيدي بس نوت صغيرة للي ما كتير يعرف فيون. تم تأكيد موقع الكاردو ماكسيموس بعد عدة حفريات أثرية معلمة هون بالأحمر، بذكر منها بيروت 012 31 87 119 126 و127. وتم تحويل الشارع الرئيسي المتجه شرق غرب تبع الفترة الإلينستية لشارع سنوي خلال الفترة الرومانية. هذا الشارع بيوصل المسرح هون على موقع بيروت 155، ومضمار تبع سبق الخيل، الإيبودروم، الحمامات، كله سوا بهيدي المنطقة هون المعلمة بالأحمر. على شمال هيدا الشارع التقى محلات تجارية، وقدام هيدي المحلات التقى ممر طويل. الأرضية تبعوله كانت موزاييك هون على موقع بيروت 06 و051. نسخة عن هيدي الموزاييك انعملت وانعمل لها إعادة دمج بسوق بيروت. مع التوسع الجنوبي للمنطقة الشرقية بمدينة بيروت، تحول الطريق الرئيسية تبع الفترة الإلينستية هون بالأحمر لطريق ثانوية جوات وبرات المدينة. محل الزاوية الجنوبية الشرقية تبع السور الإلينستي انفتح مدخل تاني لبيروت مربوط دغري بالديكيومانيوس ماكسيموس الروماني هون بهالمنطقة. هيدا الديكيومانيوس حوالي 210 متر جنوب الطريق الإلينستية، يتبع مسار السور الجنوبي القديم تبع الفترة الإلينستية اللي هو هون ذات المسار يلحق. المنطقة يلي بحدها هاي دول الطريقين، يعني شارع جورو وشارع باستور، كانت أكثر نقطة تعمر فيها بالعصر الروماني، لأن المنطقة الأكثر شيء مسطحة تقريبا. ديكيومانوس ماكسيموس الروماني كان موجود محل ما في هلا شارع الأمير بشير، التقى بعدة مواقع انحفرت ببيروت
مثلا مثل ما عم نشوف هون بالأحمر عندنا موقع بيروت 04 133 142 025 052 سوري وغيرهم. البيوت يلي التقت كانت مفصولة عن بعضها بشوارع صغيرة، التقى من هالشوارع بعدة مواقع، مثلا موقع بيروت 07، بيروت 28، وبيروت 066. ضمن هالبيوت كان في بيوت من عدة طوابق مبلطة بالموزاييك ومشروكة كمان على شبكة الصرف الصحي، مثل يلي التقت بموقع بيروت 02، بيروت 04، 18، 26، 64 و66. قسم من هالبيوت كان شبه كامل، واحد منهم التقى على موقع بيروت 018 وكان في بقلبه محلات، واحد تاني التقى على موقع بيروت 086 وكان في بقلبه حمام خاص أو بان بريفي. بالإضافة للمباني السكنية تم اكتشاف على القليلة 6 حمامات رومانية ببيروت لحد هلأ. نذكر منها أول واحد هون على كعبتلة السراي اللي هو بيروت 068، بيروت 117 و122. تاني واحد بيروت 85، بيروت 094، بيروت 100، وبيروت 045، 88، 102 وغيره. وسادس واحد بيجي مميزة بوجه كنيسة مارمارون نعمل له reintegration ببيروت. مثل بكل مكان بالعالم الروماني كانت المقابر خارج المدينة، فيها تكون بعيدة عنها وفيها تكون قريبة عليها. المدافن ببيروت بهذه الفترة شكلت مثل تاج عداير المدينة، امتدت من حديقة الآباء اليسوعيين حد مستشفى الروم بالأشرفية بالشرق لرأس بيروت بالغرب. منلاقي مدافن رومانية بكل هالمنطقة، برميل، بالصيفي، المدور، بالأشرفية، زقاق البلاط، رأس بيروت، بكل هالمنطقة عم نقدر نلاقي مدافن رومانية. وعملنا كذا حفرية فيهم كلهم. استعملت هيدي المقابر حتى بداية المسيحية بالقرن الرابع ميلادي. مبدئيا بعد هذا الوقت انتقلت أماكن الدفن وصارت محددة بأماكن معينة. المدافن ببيروت صارت تبعد تدريجيا عن المدينة، يعني الأقدم مقابر هي الأقرب على المدينة والأجدد هي الأبعد. يعني مثلا المدافن يلي منلاقيها عادة بتلة الأشرفية هن الأجدد وأغلبيتهم من القرن الثالث والقرن الرابع ميلادي. لقينا ببيروت كذا نوع مدافن، مثلا تربية خشب، هلأ أكيد الخشب بيهتري بفضل منه المسامير، تربية فخار، تربية رصاص، جرار، وكذا نوع مدافن. على تلة الأشرفية بالشرق وعلى تلة راس بيروت بالغرب
كانوا يعمروا غرف مدفنية محل مقالع الحجار. هالغرف كانت تكون مزخرفة ومرتبة. مجموعات المقابر المكتشفة ببيروت هي على الأرجح عائلية، وهي مبينة من الطرق الرئيسية يلي بتودي على داخل المدينة. بين هالمجموعات طرقات وممرات من التراب بتسهل حركة التنقل بين المقابر للدفن أو للزيارات، لأنه من وقتها كان في زيارة الموتى على القليل مرة بالسنة، يعني كانوا يزوروا موتاهم على القليل مرة بالسنة بوقتها. ببداية القرن الأول الميلادي بلشت مدينة بيروت تتوسع لخارج السور، بالمبدأ لأنه كتروا السكان وبلشوا ينبشوا على أراضي جديدة. فشو عملوا؟ صاروا يفضوا المدافن يلي مبينين عليهم، يفكوا لهم حجرتهم ويجلسوا الأرض حتى يعمروا محلهم. بالوقت نفسه تقسمت هيدي الأراضي لمجموعة من العقارات محددين بحيطان أو بطرقات مع شبكة صرف صحي. هذه الأراضي كان عم بيصير فيها عدة نشاطات، منها الأنشطة الزراعية، الأنشطة التجارية والحرفية. على حدود الحيطان يلي بتفصل هالأراضي لقينا عدة مباني صغيرة كانت عم تستخدم لهذه الأنشطة الجديدة. من ضمن هذه المباني مبنى المراحيض العامة لاترين بيبليك. هذا المبنى مستطيل الشكل، مقسم لغرفتين، وعالداير أناية مي مشروكة على شبكة الصرف الصحي. بنعتقد أنه هالغرفتين كانوا وحدة للنسوان ووحدة للرجال. من بين المنشآت الأولى يلي شغلت هالمساحة عند المدخل الشرقي للمدينة كانت المنشآت الحرفية المخصصة لإنتاج الإزاز والفخار والمعادن. هيدا منه مستغرب، لأنه بهيدي الفترة كانت بيروت وحدة من أهم المدن الساحلية يلي بتتمتع بسمعة كمركز رئيسي للإنتاج الحرفي. موقع هالمنشآت يلي بتضم أفران عند مدخل الشرقي للمدينة كتير منطقي لأسباب لوجستية. من هالأسباب تجنب المضايقات من الدخان والروايح ومخاطر الحريق، لأنه اتجاه الهواء الأساسي ببيروت هو جنوبي غربي، فكل الدخنة تبع الأفران بتروح صوب الشمال الشرقي، يعني صوب الجبال، وما بتزعج المدينة ولا بتفوت عليها. زيادة محلها الأفران على مدخل المدينة بسهل نقل البضائع الفايتة والطالعة، وبيوفر امدادات المياه باستمرار. هون عم نشوف بالصورة على الشمال أحد الأفران الفخار يلي لقيناها ببيروت، وعلى اليمين ريستيتيوسيون لنفس نوع الفرن اللي التقى بفرنسا. هون عم نشوف أفران إزاز التقوا على موقع بيروت 015، معلم هون بالأحمر. بالقرن الثاني والثالث بعد المسيح لبنان تمتع باستقرار طويل، لوحظ بالحفريات الأثرية مثلا ببيروت وبسور حتى، من خلال تنظيم المباني والبنى التحتية خارج الأسوار. بمنتصف القرن الثاني الميلادي صار في كتير أعمال بناء رئيسية بالمنطقة الشرقية تبع بيروت، مثلا تعمر معبدين كبار مخصصين لعبادة آلهة بعلبك الكولت اليوبوليتان.
كل واحد من هدول المعابد كانت مساحته تقريبا 10,000 متر مربع. هون عم نشوف هون هيدي السلايد، هيدا اول واحد وهيدا تاني واحد. المعبد الاول موجود على مدخل المدينه، وهو مكرس لعباده الهه بعلبك، الترياد ديليوبوليس تبع بعلبك، يلي هن جوبيتر اليوبوليتان وفينوس وميركور. مثل ما بينت النقوش على اثنين المذابح الحجريه يلي اكتشفت خلال الحفريات. على واحد من هالمذابح بنذكر كمان الالهه لوكوتيا، الهه البحر، يلي الارجح كانت كمان عم تنعبد بهيدا المعبد. هيدا النقش الانسكريبسيون يلي نشرها الدكتور اسعد سيف سنة 2016. المعبد الثاني بيبعد حوالي 300 متر عن مدخل الشرقي، متألف من ساحة كبيرة محاطة من ثلاث جهات بمبنى مع ممر. هيدا المبنى بيضم من بين أمور كثيرة مراحيض وحمامات. بتضم الساحة العديد من المعالم، مثلا المعبد على منصة وحوضين مي وغيرهم. معقول كثير يكون هالمعبد مثل أول واحد مرتبط بعبادة الإليوبوليتان لعدة أسباب، مش رح نفوت بتفاصيلها كلها هلأ، بس فينا نكون عم نعرض سبب واحد. مثلا هيدول الحوضين عند مدخل المعبد بذكرونا بأحواض الوضوء الموجودة بالساحة الكبيرة بمعبد جوبيتر ببعلبك. عم نشوف هون بلان لهول المعبدين وكيف هدول الأحواض موجودين على مدخل على جوانب المعبد. بهيدي الفترة كمان تعمرت قناة الرومانية المعروفة باسم قناة الزبيدة، وهي بعدها موجودة بجنوب شرق بيروت. هالقناة ظلت تجر مي لمدينة بيروت خلال الفترات الرومانية والبيزنطية قبل ما تتدمر مبدئيا بزلزال سنة 551. بعدين خلال العصور الوسطى والفترة العثمانية كانت المدينة عم تتغذى من الآبار الخاصة. بعود أصل مدرسة الحقوق الشهيرة تبع بيروت للقرن الثاني، يعني لهيدي الفترة اللي عم نحكي عنها هلأ. بفضل هالمدرسة وصف ليبانيوس سنة 361 بيروت بأنها أم الشرائع، مير دي لوا. نضاف هيدا الوصف اليوم لعدة شعارات أو لوجوز، مثل شعار نقابة المحامين ببيروت وشعار بلدية بيروت. لحد هلا ما تأكد الموقع الدقيق لهيدي المدرسة من قبل علماء الأثر. بتبين بعض العملات البيروتية كمان وجود بعض المباني يلي بعد ما لقيناه هون لحد هلا، مثل معبدين، معبد أسترتي تيكي ومعبد بوزيدون والبورت مونيمونتال تبع الفوريوم. هلا في نظريات بتقول انه يمكن يكون معبد أسترتي موجود بجنوب موقع بيروت 004 اللي هو هون، بسبب العدد الكبير من التماثيل يلي التقت بهيدا الموقع. غير نظريات بتقول انه المعبد الهلينستي تبع استرتي افروديت كان موجود بزاوية شارع فوش وشارع ويغان، محل موقع بيروت 46،
بس لحد هلا ما في شيء اكيد. الايبودروم تبع بيروت اتعمر مبدئيا بهيدي الفتره كمان، يعني بالقرن الثاني ميلادي، كان كبير والتقى بوادي ابو جميل. اول شيء بفضل الصور الجويه القديمه، وبعدين بفضل الحفريات الاثريه. هلا عم نحكي عن الفترة البيزنطية. بلشت الفترة البيزنطية سنة 325 بعهد الإمبراطور قسطنطين، مع بدايات القسطنطينية ومجمع نيقيا الأول أو المجمع المسكون الأول. بين القرنين الرابع والسادس شهدت مدن الشرق البحر الأبيض المتوسط تطور اقتصادي كتير كبير، من بين بيروت خصوصا بفضل صناعة الحرير والإزاز والمعادن وإنتاج القمح والنبيد والزيت. ظلوا يستعملوا المباني الرومانية بشكل مستمر حتى نهاية النصف الأول من القرن السادس ميلادي. وبتبين الحفريات الأثرية الأخيرة أنه ما صار في تغييرات على تخطيط مدينة بيروت بهيدي الفترة، مشان هيك تم استخدام وإصلاح نفس المباني داخل المدينة من الفترات السابقة، مثلا على المواقع بيروت 02 06 24 27 و113. تقريبا صوب نهاية القرن الرابع انهجرت معظم المعابد وتهبطت وتفكفكت الحجارة تبعها. بهيدي الفترة تعمر كذا بيت كبير من عدة طوابق على جانب الطريق، عادة على جانب الطريق اللي بتفوت على بيروت. عادة هيدول البيوت ما كانوا بس للسكن، كانوا مرتبطين مختلف الانتاجات والصناعات بالمنطقة. طورت بيروت خلال الفترة البيزنطية وازدهرت حتى صار الزلزال الشهير بتموز 551، ويلي اجا معه تسونامي وحريق كبير. هيدي الكارثة دمرت عدة مدن بحوض الشرق البحر الأبيض المتوسط، ووضعت حد للازدهار الفكري والتجاري والصناعي الكبير ببيروت. وبعد هيدا الزلزال انتقلت مدرسة الحقوق لصيدا. بينت الأضرار الرئيسية الناجمة عن هذا الزلزال بالعديد من المواقع اللي تم حفرها. على سبيل المثال موقع بيروت 01، بيروت 04، 06 و69. مثل ما حكينا قبل، برات المدينة تدمر كمان وتدمر كتير مباني، منهم القناة الرومانية الأكدوك رومان تبع بيروت. مع كل هالدمار ما انهجرت بيروت. هيدا واضح من النصوص القديمة يلي بتقول أنه الإمبراطور جوستينيان الأول مول ترميم المدن يلي دمرها الزلزال ومنها بيروت. وهيدا واضح كمان بالحفريات الأثرية، مثلا بالمواقع بيروت 04 و06 و27 28 31 كذا موقع غيرهم، 46 115. واللقى يلي بتلتقى على هيدي الحفريات مثلا العملة والفخار بيأكدوا كمان استمرار الحياة ببيروت، وأنه بيروت ما انهجرت بعد هيدا الزلزال. أه
بلشت فترة القرون الوسطى سنة 636 بعد معركة اليرموك، سنة 640 بعد سقوط القيصرية احتل المسلمون المدينة الساحل المدن الساحلية الأخرى مثل بيروت. بتقول مصادر العهد العباسي أنه بيروت بهذا العهد كانت محصنة بسور وبقلعة. بالفترة الصليبية أوضح الإدريسي أنه بيروت كانت محاطة بسور. احتل صلاح الدين الأيوبي سنة 1187 وهدم لها سورة سنة 1190 خوفا من عودة الصليبية. رجعوا استولوا الصليبية على بيروت سنة 1197 وحصنوها، ومعقول يكونوا رجعوا عمروا القلعة. بس احتلوا المماليك بيروت هدموا كل التحصينات والقلعة تيمنعوا إعادة استخدامها بحال رجعوا استولوا عليها الصليبية. بس بعد ما سبتوا مظبوط وارتاحوا بنيوا العديد من الأبنية بالمدينة وصلحوا جزء كبير من السور. تصليح السور ونشاط البناء وإعادة الإعمار، كل هالعوامل ساعدت من ناحية على طمأنة السكان الأصليين وحمايتهم من أي هجوم غير متوقع، من ناحية تانية على تشجيع التجارة خصوصا من خلال السماح للتجار الأوروبية بالمجيء على بيروت وبالاستقرار فيها. خلال العصور الوسطى ما حافظت بيروت على مساحتها، بالعكس صغرت وصارت مساحتها حوالي 570 متر طول، يعني من البور القديم لباب الدركة، وبالعرض حوالي 370 متر، يعني من باب السراي بالشرق لباب إدريس بالغرب. هيدا الحيط كان محاط بعدة أبراج وبخندق غميق. هالأبراج اللي أحد هالأبراج اللي تعمر بهذه الفترة كان اسمه برج الكشاف أو برج هشيش، وهو يلي أعطى اسمه التقليدي لساحة الشهداء ساحة البرج. كان هالبرج بعده بحالة جيدة حتى نهاية القرن التاسع عشر. هون بنشوفه على هالخريطة القديمة معلمه بالأحمر. ضل موقع هالسور محله حتى الفترة العثمانية، حتى تقريبا أوائل القرن العشرين. بيتكون السور من حيطين متوازيين مع حشوة مخلوطة من الحجارة والبطون، مع أعمدة الجرانيت الرمادي الرومانية بالعرض أمبوتيس لإعطاء صلابة كبيرة لهذا الحيط. هالأعمدة استعملت كمان بأساس القلعة الصليبية. الحجارة يلي فكفكوها من المباني القديمة رجعوا استعملوها مش بس بالسور، رجعوا استعملوها كمان بعمار عدة مباني جديدة. بتبين الحفريات الأثرية أنه المدينة تركزت داخل الجدران خلال القرون الوسطى، ونتيجة هذا الشيء تم بناء مساكن على الشوارع الرئيسية للمستعمرة الرومانية، بالأخص على الكاردو ماكسيموس بموقع بيروت 04 يلي ده عرضه من 6 أمتار ل 4 أمتار. ما تم اكتشاف إلا العدد القليل من المعالم الأثرية اللي بيعود تاريخها للفترات الأموية والعباسية والفاطمية. من ضمن هالمعالم برج ضخم حد السور الغربي للمدينة على ما يقع بيروت 07، حمامات الرومانية على موقع بيروت 045 تا
تم تحويلها لحمام عربي، كما تم اكتشاف العديد من الحرف والأفران اللي بيعود تاريخها لهذه الفترة. مثلا اكتشف عدة أفران لصناعة الفخار على مواقع بيروت 010، و 027 و69، وأفران إزاز على مواقع بيروت 027 و69. رباط ابن عراق الدمشقي موجود عند تقاطع سوق الطويلة وشارع ويغان، هو المبنى الوحيد الباقي من العصر المملوكي ببيروت. هلا كاتدرائية قديس يوسف يلي تعمرت بين سنة 1113 و1150، حولها المماليك لمسجد العمري سنة 1291، بس هي كانت معمرة من قبل الفترة الصليبية. عادة كان العديد من السكان يمضوا نهارهم برات المدينة وحد البواب، بس بالليل كانوا كلهم يفوتوا لجوات المدينة. بهذه الفترة المنطقة المحيطة بمدينة بيروت رجعت صارت مثل ما كانت بالفترة الهلينستية، منطقة حقول وحدائق ومقابر. فالمنطقة كانت عم بتوفر مختلف الأطعمة الاستهلاكية يلي بتتكون من خضروات وفواكه ولحوم وغيرها لسكان بيروت. بحسب النصوص القديمة تبع القرن الرابع عشر، إنه المحاصيل تبع مدينة بيروت مرتكزة على أشجار الزيتون لإنتاج الزيت، والكروم لإنتاج النبيذ للاستهلاك من قبل المسيحيين وللتصدير، وأشجار القطن وقصب السكر والصنوبر وغيرهم. زيادة على الزراعة كان في كمان وفرة باللحوم من الحيوانات المنزلية والبرية والأسماك. بيذكر المسافرين كنيسة مارجيريس من القرن الرابع عشر. بحسب النصوص هذه الكنيسة موجودة خارج أسوار المدينة وبالقرب من نهر بيروت. وفقا لنقش محفور على جدرانها، تم تحويل الكنيسة لمسجد سنة 1633 1634. رجعوا أخذوها المسيحية مؤقتا سنة 1655، وبعدين سنة 1661 عادوا أخذوها المسلمين بشكل دائم. حاليا هو مسجد الخضر على الكارنتينا. احتل السلطان العثماني سليم الأول بيروت بعد معركة مرج دابق سنة 1516، وربطها بولاية دمشق، وهذه بداية ما يسمى بالفترة العثمانية. بنهاية الحرب العالمية الأولى سنة 1918، بعد اتفاقية سايكس بيكو، تم تقسيم الأمبراطورية العثمانية بين فرنسا وإنجلترا. خضع لبنان للانتداب الفرنسي وكانت عاصمته بيروت. سنة 1943 أعلن لبنان استقلاله. في كتير من المباني من العهد العثماني بعدها موجودة لليوم، مثلا مسجد الأمير عساف، مسجد الأمير منذر، كاتدرائية مار جيريس للروم الأرثوذكس، السراي الكبير، مسجد المجيدية، المستشفى العسكري العثماني، كنيسة سان لويس للكابوشيين، الكنيسة الإنجليزية، وكاتدرائية مارجيريس للموارنة.
تعمرت معظم المباني بهيدي الفترة من الحجر الرملي المحلي، وكانوا يغطوه بالكلس وأوقات يلونوه. الأغلبية الساحقة من الحفريات الأثرية يلي صارت ببيروت التقى فيها أثار من الفترة العثمانية. فينا نذكر هون مثلا الأساسات يلي على شكل قناطر تبع السراي الصغير يلي تعمر بين سنة 1883 وال 1884 على موقع بيروت 02. فينا نذكر كمان مثلا البور وأنيات المي يلي التقوا بموقع بيروت 07. هون عم نشوف على الشاشة هالخريطة ثلاثية الأبعاد يلي نشرها مسيو مايكل ديفي، مسيو ماتيا فرومن. استندوا تعملوا هالخريطة على خرايط يلي رسموهن الروس سنة 1772-1773، وعلى الخرائط العثمانية تبع سنة 1788، وعلى الخرائط الفرنسية تبع فترة الانتداب يلي هن بحدود بسنة 1936. بتبين هالخريطة عدة مباني من الفترة العثمانية، مثلا السور وأبراجه، القلعتين الصليبيتين، وغيرها من المباني الدينية إلى آخره. ببداية الفترة العثمانية كانت منطقة ضواحي بيروت بعدها عم تستعمل كمنطقة زراعية ومقلع للأحجار ومقبرة. وبلش توسيع المدينة برات الجدران سنة 1850 تقريبا، وتكثفت بحدود سنة 1860 بعد نزول اللاجئين الفارين من الاشتباكات الجبل بين الدروز والموارنة. نتيجة هيدي المجازر اجى العديد من الناس من دمشق ولبنان للاستقرار ببيروت، يلي ادى لبناء العديد من المباني العامة والمدارس والكليات. وترافقت هيدي الموجة مع بناء بنى تحتية، طرق، من هالطرق مثلا طريق بيروت دمشق يلي افتتحت سنة 1863، وشبكة سكة الحديد، وإعادة تطوير الميناء. هلأ بالأخير جربت أقدم لكم اليوم رحلة سريعة عن تاريخ بيروت من خلال الحفريات الأثرية. تاريخ هالمدينة مثل علم الآثار بشكل عام محتوي على العديد من الفرضيات يلي تم تأكيدها، البعض الآخر ما تم تأكيده بعد، ومعقول ما نقدر نأكده أبدا. ميرسي لألكم وإن شاء الله تكونوا انبسطتوا. دكتور جورج، ميرسي لألك على المحاضرة اللي اختصرت فيها تاريخ بيروت، يعني تقريبا بهالساعة بالشرح واضح وشامل لتاريخ بيروت، وخصوصي بالفترة الكلاسيكية شفناها كمان مع امتداد. نتأمل قريبا نبقى نقرأ عن نتائج الأخرى للي بخصوص الحفرية ببيروت إن شاء الله، يعني صراحة إن شاء الله في كذا ببليكاسيون جاهزين للنشر عم يتحضروا خصوصا بمجلة بعل تبع المديرية العامة للأثار. سؤالك كان بمجلة بعل. أوكي عظيم. مرسي دكتور جورج على هالمحاضرة حقيقة، مرسي كمان لزينة عن جد، شكرا كتير لإليك.